استضافة أخصائية في التغذية للترقي معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية. بيكول بيهيلثي على الحياة أفهم. عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي برونشي معنا توا على 90.3. صحتك في غذائك باش نتناولوا فيه موضوع يهم كافة الشرائح متاع المجتمع، وخصوصا اللي احنا في فصل الشتاء وباش تكثر الأمراض ومرض الجريب اللي نجموا نقاوموه بطبيعة بأغذية صحية، منها تقوينا المناعة متاعها ومنها نقاوموا بها المرض اللي قاعدين نعانيوا منه، خاصة الصغيرات اللي مرضى بالجريب. وبالطبيعة هذا الكل باش نحكيوا فيه مع أخصائية التغذية مدام محبوبة. عسلامة مدام محبوبة. اهلا مرحبا اروى، مرحبا بيك وبمستمعي الكل. يعيشك. اليوم مش نحكيو، احنا ديجا الدنيا بارده توا شويه والصغيرات الكل حاسين اللي الجريب رجع سنه، معناه رجع بقوه كبيره. شنو هي الحاجات اللي نجموا نقاوموا بها الجريب هذا؟ شنو هي الحاجات اللي نجموا نعطيوهم؟ خاصه انا ديما نركز على الصغيرات خاطر المناعه نتاعهم تحسها اضعف من العبد الكبير. انت تعرف ديما في المقدمه نتاعنا الشتاء، انت ديجا بديت تقول الطقس بارد. شنو يصير للجسم نتاعنا في الشتاء؟ معناها الطاقه باش تبدا ناقصه، باش تنقص الحركه، الواحد ما عادش يحب يخرج، ما يتحركش برشا، اللهم مشى لخدمته ورجع للدار. انت مراه وتعرف كيما تلاحظ في الدار، ماذا بها المراه حتى قضيتها تكملها فيسه وتقول لك باش نكفش نقعد، معناها الحركه نتاع البدن باش تنقص ويبدا الانسان قاعد. طاقة طايحة، ما فماش طاقة، علاش ما يعرقش الإنسان في فصل الشتاء؟ معناه ما فماش هيك الطاقة اللي تخليه باش يعطي مجهود. ما يبذلش مجهود، ما يبذلش مجهود. إذا كان هو قاعد، إيش بيفهمش مش يخم؟ إيش يخم باش ياكل؟ يقول لك خان سيرتو كي يبرد، يقول لك خان دفي روحك. وهنا اليوم إن شاء الله مع بعضنا تو نفهموا الفينومين، علاش الإنسان يبرد وعلاش يحس بالجوع أكثر في الشتاء. الإنسان كي يبدا قاعد قلنا ما فماش معناها كلي لا حركة لا مجهود، باش يحس بالبرد. باش يبدا الجسم نتاعو يحاول باش يرفع الطاقه، معناها باش ما يحسش بالبرد هذاك. في ترفيع الطاقه وفي الاستهلاك يبدا الانسان قاعد وكي يبدا يتحرك برشا. انسان يبدا قاعد جسمه مش مش يستهلك، مش يستهلك السكر، كيفاش باش يقع حرق السكريات؟ باش يدخل الاكسجين ويندرى انت حسب رايك الاكسجين باش يدخل العبد قاعد مرتاح والا يعطي في مجهود؟ يعني التنفس كي يبدا يتحرك الانسان اكثر، يبدا قاعد تخلو الاكسجين مشى، معناها باش يحرقك معناها المغذيات السكريات في البدن باش يحاول يعطي الطاقه. السكر يعني احنا قبل في الحصص معناها تحسوا لهنا البدن قاعد يبذل فيه مجهود اكبر، يعطيك الصحه. والسكر حسب الحصص اللي عديناها معاك باش يتحرق، تحرق بالانسولين، معناها مش يقع الانسولين تبدا تطلع اكثر في البدن باش تحرق السكر هذاك. وكل الانسولين كي تطلع باش تحفز الاحساس بالجوع، مش يجوع الواحد. وانت تراك يجوع الواحد في الشتاء يحب ياكل حاجه حلوه، حاجه حلوه بالطبيعه هكا ولا هذا ايش يصير في الجسم نتاعنا؟ احنا نحاولوا في الشتاء ان شاء الله معناها اخصائي التغذيه نعرفوا العباد كيفاش معناها نحاول تاكل باش على الاقل يبدا جسمك مرتاح وما تحسش بالبرد. باهي كيفاش توا الانسان قلنا مش ياكل؟ اذا كان الحاجات اللي من ضمنها معناها تغذيه وتعطيه تغذيه متوازنه، التغذيه المتوازنه نتاعو في الحصص نتاعك قبل حكينا كيفاش يلزمها تكون غنيه، معناها بالزلاليات بالدهنيات، بالزلاليات دهنيات نشويات اللي هو ذا الغذاء المتكامل نتاع حصص متكامله. حصص متكامله الى جانب هذوما وحتى هضمهم هذوما باش يقع يا ارو. شي قعبك المغذيات الدقيقه اللي حكينا عليها، الاملاح المعدنيه والفيتامينات، يلزم الاغذيه نتاعنا وان شاء الله انت تخمم باش تعمل حصص نشوفوا كيفاش نحافظوا على الاغذيه الدقيقه هذيك في المانيبيولاسيون تاع المراه في الكوجينه، كيفاش تحاول معناها تحافظ على الفيتامينات وعلى الحديد وعلى كل سيل مينيرو، ما تضيعهمش، هما بيدهم يبداو موجودين بكميه قليله. انت المره الاخرى كانت تتذكر في الفيتامين بي 12 حكينا كيفاش نطيشوها في تقشير البطاطا، نطيشوها كيف نغربلوا القمح، كيف نرحيوه. دونك باش نعطيه بعض النصائح وان شاء الله ماذا بيا باش نعطيك هنا تنجم تقول حاجه معناها يكون معنا حاضر شيف كوجينه. اي وتشوف أي الكوجين علاش لا شوف الكوجيني كيفاش يخدم في كلينيك ولا في مستشفى، كيفاش اخصائي التغذيه نهوما معناها النصائح اللي يعطيهم له باش يحافظ للمريض على كل الحاجات اللي نحكيو فيها توا الدقيقه. يا اخي احنا نحافظوا عليها للمريض، مو نحافظوا عليها قبل لا يمرض الانسان يحافظ على صحته، باش تكون الوقايه معناها ولا ربيت البيوت نعلموهم كيفاش على الاقل من خلال هالحاجات هذيا يحافظوا على هالمغذيات هذيا. باهي نرجع احنا في حكايه البرد، الشتاء شنو ينشط فيه اكثر بخلاف الواحد؟ باش تنشط الفيروسات كيما بديت انت في المقدمه نتاعك، معناها اقل حاجه مش استبردنا صغيرات بالبرونكيوكوليت ماكريت، معناها ايش يصير فيهم سيرتو كي يبداو الصغير اللي يتغذى على معناها بالحليب مازال قبل العامين، معناها هذاك يصير فيه اشكال كبير.
في البرونكيوليت كي حتى لم معناها باش تنوع له الغذاء نتاعو في العام وشويه عام ونص يبدا خشمه مسكر يبدا ما ياكل الهاش يبدا هو يرد. احنا نحاولوا باش ما نتعرضوش للشيء ذا ونحافظوا على الاجسام نتاعنا. من ضمن المحفزات الاكلات احنا كان ترجع معناها لحكايه حتى التقاليد نتاعنا، يقول لكم حمصه بالقديد، يقول لك الدرع هكا ولا الدرع يبدا فيه جلجله، علاش زعما الحاجات هذيا ارو؟ معناها بديهي ما نعرفش جداتنا كيفاش مشاو للحاجات هذيا، وهي هذيا اللي ننصحوا بها احنا اخصائي التربيه. اللي هي احنا ديجا نقولوا حاجه جاريه في الدار يطيب وقت الجريب وقت يعطيك الصحه. حاجه تبدا حاره ديجا. يعطيك الصحه، وزعما انت كي تستبرد حتى في خواتك في داركم كل حد ما تلاحظش مثلا الام تقول خلينا نمشي نعمل تعظيمه ولا ماكله فيها برشا ثوم. الثوم خاطر اونتي معناها يقتل البكتيريات والفيروسات. هو ديجا ننصحوا به معناها باش ربات البيوت يستعملوا برشا. الثوم في فصل الشتاء، زيت الزيتون، وهنا اذا كان انت فهمت كي يقول زيت الزيتون، احنا مانا ديما نقولوا نقصوا من النشويات ومن الدهنيات في التغذيه المتوازنه هكا ولا، انا هنا كاخصائي تغذيه نقول ما يسالش في الشتاء، كثر من الدهنيات معناها على حساب النشويات شويه. علاش؟ حاجات تولي مسموحه، هي كانت ممنوعه قبل تولي مسموحه باش نقاوموا بها. مش نقول لك حاجه باش حتى الساده المستمعين يكثوا يسمعونا اكثر ويفهمونا اكثر. جرام نتاع الدهنيات باش يعطي 9 خريرات. والنشويات باش تعطيك 4 برك. دونك نولي ناخذ على حساب معناها الدهنيات باش على الاقل لي كالوري ناخذهم ما يمشيش، خاطر فما برشا عباد نكثر في الدهنيات لهنا. برشا عباد تسمن راي في فصل الشتاء، جاء اخر الشتاء الا ما تبدا سمنت وهي ماهيش فايقه بروحها. علاش؟ ما قلنا قاعد ياكل وناقص حركه، معناها باش يجي اخر الشتاء يلقى روحه ديجا سمن، ويمكن بخلاف ابار سمنه ذي حاجه ظاهره نشوفوها احنا، يمكن يكون عنده شحم في الدم زي درا، كان يعمل تحليل يلقى روحه عنده شحم في الدم في اخر الشتاء، معناها كالحرق نتاع الجسم ما عادش كيما قبل. ما عادش كيما قبل، خاصة كيما قلت انت تقل الحركية نتاعه، وزاد شربين الماء اللي هو مهم على الاخر. ياسر احنا جايين وهذاك إذا كان الإنسان في فصل الشتاء ما يشربش برشا معناها حتى هايبرتونسيون يكونوا ديزيبرتوندو يظهروا في الشتاء، دمهم يبدا هكا لزج خاطر معناها مش تطلع التونسيون. دونك هنا ننصحوا كيما أنت ذكرت توا باش على الأقل نتفقدوا رواحنا باش نشربوا الماء بزيد، نحط مينيموم إترا ونص. كي نقوم الصباح نعبي دبوسي ترى ونص ولا نحطها بحذايا نقول هذه باش نكملها اليوم معناها في النهار هذايا. خلي حتى تحدي بينك وبين روحك تحط كليترتين ولا لتر ونص، تقول من هنا حتى اللي نرقد حتى اللي نرقد يلزمهم ياكلوا. اذا كان ولو حتى كما قلنا المره الاخرى في الحصه الاخرى نعمر حتى تليفوني، نعمل ريفي كل ساعتين كل ساعه ونص نشرب كاس ماء. تشرب كاس ماء لخاطر هو مهم على الاخر، وخاصه في الشتاء احنا معناها ما نحسوش بالعطش، وهو اذا كان رانا حسينا بالعطش راهو اليرت هذاك نتاع البدن سي بون وصل معناها. وصل معناها اللي هو عطشان عطشان. اللي هو عطشان على الاخر دونك يعطيك الاليرت هذاك نتاع العطش. ما فما ساعات ناس تقول لك انا ما نحسش به العطش، تقعد نهار كامل وتقول لك ما نحسش به العطش، هذوما بالذات نقول لهم بالحق لازمكم تفكروا رواحكم بشربين الماء. بيان سور يا اروى، خاطر ديجا احنا هاو قلنا معناها الدم نتاع الانسان كي يبدا يدور في العروق نتاعو هو كيما تقول انت الناقل نتاع المغذيات الكل باش يهز القلايا، كيما دم لزج كيما عبد راوي معناها ادراتي بالماء نتاعو ما مش كيف كيف. دونك نذكروا رواحنا كل ساعه ونص ساعتين كاس ماء نشربوه، ديجا كملنا كليتر ونص ادرتين نتاعنا. به فما حاجات معناها في مكونات في الاغذيه نتاعنا انت ديما تنصحين تقولنا فطور الصباح مهم، 3 وجبات هذوك مهمين، معناها في فطور الصباح شنو ناكلوا؟ كعب عظام مثلا، نحطوا العسل، نحط معناها المكونات الكامله معناها باش البدن تحسوا ياخذ كل المقومات والفيتامينات باش ينجم يقاوم بها البرد نتاع الشتاء. هنا باش نضيف لك حاجه اخرى في فصل الشتاء، حتى كيف نكثروا اكثر من 3 وجبات خير باش الانسان، لكن يلزم نعرفوا شنو ناخذ خاطر نوعيه الاكل اذا كان ما نراقبوش روحنا باش نمشيو للسمنه والامراض اللي كنت نحكي عليه. واضحه هنا اروى شنو 3 وجبات نتاعنا في فطور الصباح؟ قلنا حاجات اللي باش تحفز لنا الطاقه، مثلا الام كي تعمل الدرع نحط فيه الفواكه الجاف، انا شويه لوز وشويه جلجلان، كعيب عظم الصباح، الحاجات هذو، زيت الزيتونه، زيت الزيتونه بريمورديال معناها حاجه اللي فريمون تعطي طاقه للصغير. علاش ما نسنسوش صغارنا بطريف خبز وزيت الصباح؟ علاش ما نرجعوش لتقاليدنا نمشيو طول لك كعبه الكيك لومبالي نعطيوها لصغيرنا ياكلها،
حاجات هذه راي ماذا بينا نسعاو باش نصلحوها الناس الكل مع بعضنا، وسورتو من خلال الاذاعه نتاعكم ان شاء الله باذن الله بالبرامج المتكرره تو نحاولوا نصحوا السلوك الغذائي ان شاء الله. هو ديجا معناها في فطور صباح نجم نقولوا كيما نقولوا كاس حليب مع طرف عسل وزيت، سي لارجمون سوفيزون مع كعب عظام معناها صغير باذن الله معناها يبدا هو العسل برمي الحاجات يا اروى اللي تنجم تقول معناها حتى تري ماء في العسل في اللي مغرف عسل في وسط الماء منصوح به تعطي شويه معناها للنشاط الصغير سورتو قبل يخرج يقرا معناها مع فطور ومع نتاع الصباح. بطبيعه انا توا مش نرجع لك للادولت قلنا معناها الماكله نتاعنا كل ثلاثة سوايع ينجم ياخذ حاجه، مثلا نقولوا فطر السبعه نتاع الصباح اذا كان باش يقعد نص النهار من رجعنا لك الطاقه اللي باش تطيح والاحساس بالجوع والكل مع العشره ماذا به نجم اما يعرف اش ياخذ يا خو علاش ما ناخوش انا كعبه خاصه، علاش ما ناخوش راس بسباس، علاش ما ناخوش الحاجات هذيا الكل اللي هي توا معناها خاصه فصل الشتاء ما شاء الله كل شيء تبارك الله مجدوده وفيها الفيتامينات اللي حكينا عليها والاملاح المعدنيه اللي كنا نحكيو عليها اون فوا عاود معناها البيك الكورب مش تطلع نتاع الجليسيمي ونتاع كل الحاجات الموجوده في الدم الكل ما عادش يحس الانسان بالجوع لين يجي وقت فطور نص النهار. فطور كما قلت انت من الاول معناها فايم جاري يبدا فيه الدبش الكل حكايه الفول حمص الجلبانه هذوما الكل راه يعطيو الطاقه. الخضر الورقيه زاد اللي هما مهمين على الاخر اللي هما موجودين فيهم الزنك موجودين فيهم الفيتامين حكينا المره الاخرى بالكدا على الفيتامين بي 12 الفيتامين والفوسفور في الشتاء حتى الفوسفور راهو عنده دخل كبير معناها احنا كي ناخذوا الكل هذه كما قلت انت لخصوها المره الاخرى لخصتها لك في ماكلتك نوع ولون هذايا توا الاشاره اللي معناها نوع ولونه شو معناها ماذا بيك يكون الخس اخضر بسباس ابيض معني في التنويع زاد تلوي اللي هو فيتامين سي تو موجود بكثره القوارص بانواعها تو ما شاء الله موجوده معناها هي القوارص هي الفيتامين سي هي القوارص موجوده في معناها الفيتامين سي في القوارص في الطماطم في الفراول وفي برشا حاجات معناها نوجدوا احنا الفيتامين سي دونك يقول ربي خلق الدواء وخلق معاه الدواء والدواء نتاعنا احنا نحاولوا ديما نلقاو في الحاجات الطبيعيه في الخضر في الغلال اللي انت كل مره قاعده تقدم لنا في النصائح هذوما اللي بالحق على الاغذيه المتوازنه والصحيه كما اليوم احكينا في الموضوع نتاعنا كيفاش نجموا نقاوموا برد الشتاء. شكرا لك مدام محبوبه، شكرا لكم اعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتابعوا فينا، ان شاء الله الموضوع نتاعنا اليوم يكون وافي وشافي. كنت معكم اروى غيث كوتي ميكرو، احمد مخلوفي في الاخراج التقني، محمد قدح أمن لكم الديجيتال. صحتك في غذائك، استضافة أخصائية في التغذية للترقى معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية. بيكول بيهلتي على الحياة أثاث.